محمود دباها مصبحين رحمة الله عليه كان يخدم في وادي عربة وبغرند البث بالذات، وصارت عليهم جتهم إسرائيل من غرب ودمروا المركز مركز البادية، وصار فيهم وفاة، وهو أخوياه جيش حربي وظلوا يرموهم وكسروهم يوم الله قدرهم، وكانوا حتى السعيدين يقصدوا فيه يقولوا ثار الرشاش من كف حمود حويطي كان تعرفنا، وما علوش ما يدنا الهوش السبق ما يلحق انه على هالمسحوب كل يلاقيه طريقه السعيد. ان مرض وزرته في المدينه بوقت متوخر عن الكلام هذا، ويوم جيته وانه المرض اللي توفى منه الله يرحمه، وقلت يا الله يا مسكي رياض محيلات عقب المحل يربع الا الحلالي، يا معطي الجنة إلى عبدك إلى مات، ويا قاس من بين الليالي إهلالي، أنت الذي تعلم مسير الخفيات، وأنت الذي تعلم وجيه حالي، وأنت الذي تعطي العطايا الجزيلات، يا والي الدنيا عليك التكالي، يا حمود مودها سوالف طويلات، أنا فقدتك في جميع المجالي، يشفيك يا راع العلوم الرفيعات، ونمت للجنة جميع الليالي، يا ما حملت عن النشام الثقيلات، علمك ما بين الأجويد عالي، وبوادي غرندل سارت الفجر غرات، يهود جو للمنطقة باحتمالي، بيومها حصلت على الشهادات، بشجاعتك تشهد من قبل يرجالي، واليوم سارت به كماين وغرات، والصدق ما بين الجويد تالي، يا العبد لك شوفه وللناس شوفات، وعزيل منه يدرق بالليالي، صدام راح وحاكمين خواجات، وصر البطل ينساق سوق الحلالي، يا حمود دنيا ما عليها حسوفات، يا ما خذت من العزيزين غالي، سكنت أنا وخلي منازل قديمات، ومغربياته مرمسات الليالي، لو لا يخابر بالمنازل علامات، لأقول ممر حسين الدلالي، ويا العين اللي تهلي دموعك سريعات، خلي ذخيرة يوم لاحتجت حالي، ويا القلب لا تحزن على كل ما فات، اصبر على وقتك على كل حال. الله يسلمك.